أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. مرحبا بكم في هذه الحصة المصورة والتي سنرى من خلالها كيف نحل نظمة معادلتين من الدرجة الأولى لمجهولين بطريقة الطرح. سوف نرى ذلك من خلال المثال التالي. لنحل النظمة 2 إكس زائد إدراك يساوي 7، 3 إكس زائد 4 إدراك يساوي 18. إذا طريقة التعويض تقضي بأن نختار إحدى المعادلتين، ويجب أن يكون اختيارنا ذكيا. يعني ماذا هذا الكلام؟ مثلا هنا لدينا في المعادلة الأولى معامل إكس هو 2، معامل إدراك هو 1، هنا لدينا معامل إكس هو 3 ومعامل إدراك هو 4. إذن سوف أختار هذه المعادلة. إذن سوف أكتب معادلة 2 إكس زائد إدراك يساوي 7، وفي هذه المعادلة سوف أقوم بعزل المجهول إدراك. عزل المجهول إدراك يعني كتابته بدلالة المجهول الآخر. إذن هنا إدراك يساوي ناقص إكس زائد صفر. إذن قمت الآن بعزل المجهول إي، أي كتابته بدلالة المجهول إكس. الآن ماذا أفعل؟ أكتب المعادلة الثانية هنا، ثم أقوم بتعويض المجهول إي كما ترون. أقوم بتعويض المجهول إي بهذا التعبير. إذن 3 إكس زائد 4 عامل ناقص 2 إكس زائد 7 يساوي 18. الآن نحصل على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. هذه المعادلة أنتم تعرفون كيف تحلونها. إذن نحصل على 3 إكس ناقص 8 إكس زائد 28 يساوي 18. هنا لدينا 3 إكس ناقص 8 إكس، إذن هذا الفرق يساوي ناقص 5 إكس يساوي 18 ناقص 28. ناقص 5 يساوي ناقص 10. هنا نقوم بإزالة الجار ناقص، نحصل على 5 إكس يساوي 10. إذا إكس يساوي 10 على 5، أي إكس يساوي 2. إذا الآن حددنا المجهول إكس، إذا إكس يساوي 2. إذا ماذا نفعل الآن؟ سوف نقوم بتعويض إكس بـ 2 في هذه المعادلة. إذا سوف أكتب المعادلة هنا، إذا إكس يساوي ناقص 2 إكس زائد 7، وسوف أقوم بتعويض إكس بـ 2 في هذه المعادلة، وسوف أحدد إكس. إذا إكس يساوي ناقص 2 في 2 زائد 7، إذا إكس يساوي 7 ناقص 4، أي أن إكس يساوي 3. إذا حصلت على إكس يساوي 3. إذا حل النظمة المقترحة هو الزوج. هنا نكتب إكس يعني 2، وهنا نكتب إيغريك 3. إذا حل هذه النظمة هو الزوج 2 3. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة المصورة، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله، والتي سوف نرى من خلالها حل نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين طريقة التأليف الخطية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذه الحصة الثانية والتي أخصصها لحل نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين
بطريقة التأليف أو خطها، علماً أننا في الحصة الأولى رأينا كيف نحل نظمة معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين بطريقة الطرح. إذا طريقة التأليف أو خطية، هنا سوف أقوم بجمع معادلتين طرف لطرف، ولكن شرط أن أقوم بإقصاء أحد المجهولين. إذا مثلا هنا سوف يقع اختياري على إدراك من أجل إقصائه. من أجل إقصاء إدراك يجب أن يكون لدينا هنا وهنا عددان متقابلان، لأنكم تعلمون أن مجموع عددين متقابلين يساوي 7. إذا لكي أقصي إدراك يجب أن يكون لدينا هنا مقارب العدد 4 إدراك. ما هو مقابل 4 إدراك؟ هو ناقص 4 إدراك. إذا لكي أحصل على ناقص 4 إدراك هنا يجب ضرب إدراك في ناقص 4. وإذا ضربت إدراك في ناقص 4 يجب أيضا أن نضرب 2 إكس و7 في ناقص 4. إذا نحصل على النظمة التالية: ناقص 4 في 2 إكس ناقص 8 إكس، ناقص 4 في إدراك ناقص 4 إدراك، ناقص 4 في 7 يساوي ناقص 28. هنا اكتب المعادلة كما هي، ثم أقوم بجمع المعادلتين من طرف لطرف. إذا هنا لدينا 8 ناقص 8 إكس زائد 3 إكس. هنا لدينا مجموع عددين متقابلين، إذا يساوي 0. إذا ناقص 8 إكس زائد 3 إكس يساوي ناقص 28 زائد 18. هنا لدينا ناقص 5 إكس يساوي ناقص 10. أقوم بإزالة إشارة ناقص هنا، أحصل على 5 إكس يساوي 10. إذا إكس يساوي 10 على 10 أو نعم. سوف أقوم بإيجاد المجهول إيغريك. إذا من أجل إيجاد المجهول إيغريك يجب أن أقوم بإقصاء إكس. إذا سوف أكتب النظمة هنا: 2 إكس زائد إيغريك يساوي 7، و 3 إكس زائد 4 إيغريك يساوي 18. إذا هنا لدينا 2 إكس وهنا لدينا 3 إكس، ويجب أن يكون لدينا هنا عددان متقابلان. إذن سوف أضرب هذه المعادلة في ناقص 3 تمام، وسوف أضرب هذه المعادلة في 2. إذن ستصبح المعادلة النظمة عفوا ناقص 6 إكس ناقص 3 إكس يساوي ناقص 21. هنا 6 إكس زائد 8 إدراك يساوي 36. فأقوم بجمع المعادلتين طرف لطرف. هنا لدينا ناقص 6 إكس هنا 6 إكس، إذا عددان متقابلان، إذا المجموع هنا يساوي 7. هنا لدينا 8 إدراك ناقص 3 إدراك، إذا أكتب 8 إدراك ناقص 3 إدراك يساوي 36 ناقص 21. 8 إدراك ناقص 3 إدراك يساوي 5 إدراك يساوي 36 ناقص 21 يساوي 15. إذا إدراك يساوي 15 على 5، إذا إدراك يساوي 3. إذا قمت الآن بإيجاد المجهول إدراك، إذا حل النظمة المقترحة هو الزائد هنا إكس 2 وهنا إدراك 3. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة المصورة، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله.